انتقلت للطائف ضابط عمليات السرب، ثم بعد 6 أشهر تقريبا أصبحت قائد السرب، السرب العاشر في الطائف. وفي الطائف أيضا بقيت 5 سنوات، كانت من أجمل السنوات من حيث الطيران كقائد سرب. أنا أعتقد أنها من أجمل الوظائف، لأنك تقود طائرة مقاتلة وضباط صغار سن متحمسين، لا يعني ينغص عليك العيش إلا الحوادث، والحوادث تكون في الأرض سيارات أو تكون طائرات، لكن طالما فيه شباب صغار وفيه هذا وفيه مخالفة للأوامر وللتعليمات تكون الحوادث. في الطائف قائد سرب، سرب مقاتل، مهمة قائد السرب تبدأ من الصباح من الساعة 6 مثلا، وفي في الأسراب المقاتلة الوقت لا يقاس بالدقائق بل بالثواني. فعلى سبيل المثال الإجازة الصباحي 6 المسؤول عن الإجاز يقول بقي 2، طبعا كلهم يكون موجودين داخل غرفة الإجاز، ثم يقول بقي 30 ثانية، 10 ثواني، 5 ثواني، 4 2 3 تايم هاك، اللي هو تبدأ كلهم يبدأون 6 بالثانية، تضبط الوقت، وقت الإقلاع، وقت التزود بالوقود، أوقات كثيرة تعتمد على هذا الوقت وليس من قاعدك فقط، لأن يعني تزود وقود يأتي من قاعدة أخرى، الطائرات تأتي من قاعدة أخرى، ميدان الرماية يكون في مكان آخر، فلا بد من ضبط. ما في واحد يقول والله أنا ساعتي مقدمة دقيقة ولا كذا. فهذا أيضا هذه ثقافة تعلمناها وأصبحت مشهورة فيها القوات الجوية بدقة الوقت. طبعاً أمضيت 5 سنوات في الطائف كقائد سرب، بعدها انتقلت أنا والسرب بكامل السرب إلى تبوك لتحل طائرات الفا 5، محل طائرات القديمة التي انتهى عمرها. طبعاً جلسنا في تبوك، أنا جلست 3 سنوات، وطبعاً أثناءها رحت للرياض وفي العيينة أخذت دورة كلية الأركان، كلية الأركان مدتها 1 وتمنح ماجستير، وبعد ما رجعت طلبوني في الرياض. أنا لو كان الخيار لي لبقيت، يعني أحب الطيران، ولكن أيضا هو منصب مدير إدارة حركة تونية الشاغر، ولا بد أن تأتي إلى هناك. أيضا قربي من الوالدة مهم جدا لأنها بدأت تحتاج لي، فبناء على مصلحة العمل أتيت إلى الرياض وأصبحت مديرا لإدارة الحرب الإلكترونية.